بسم الله الرحمن الرحيم. مع بعض فير اناليسيز 1، تحليل حقيقي واحد. النهارده اول محاضره لينا في المتريك سبيس. اوكي، ايه تعريف المتريك سبيس؟ المتريك سبيس عباره عن نون امبتي سيت اكس. ده اول حاجه تعرفها نتكلم فيه. لو انا عندي الاكس اسيت، يبقى السي المفروض تبقى نون امبتي سيت. يعني نون امبتي خلاص هنتكلم على كل سيتس اللي كان فيها انها نون امبتي، يعني فيها عناصر. نون امبتي يعني مش فاضيه، المجموعه الفاضيه ما فيهاش عناصر، لا هي بتبقى فيها عناصر. يبقى الايه؟ الاكس نون امبتي سيت. طب كويس ماشي. يبقى لو عندي الاكس نون امبتي سيت وعندي الدي ريال فانكشن، يعني ايه ريال فانكشن؟ يعني بتشتغل على الار، بتبعت على الار ريال فانكشن، يعني بتجيب قيمها جوه الار، جوه الاعداد الحقيقيه. طب معرفه على مين؟ معرفه على اكس في اكس. يعني اكس في اكس احنا عارفينها اللي هي الكارتيزيان برودكت اوف اكس في اكس اوف اكس في اكس. Then D is called metric space on X. ماشي. إذا تحققت الشروط التالية لأي تلات عناصر، لو خدت أي تلات عناصر A و B و C، أي تلات عناصر هتختارها جوه A ال X. إحنا قلنا ال X مش فاضية، اختار أي تلات عناصر. طيب جوه ال X أول شرط نمبر 1 إيه هو؟ إن ال distance دي على فكرة دي بنسميها distance function. المسافة بين الـ A والـ B لازم تكون موجبة أو زيرو. حلو. طب إمتى تبقى بزيرو؟ قال لك بتبقى بزيرو if and only if المسافة بين الـ A والـ B بصفر، إذا كانت الـ A هي الـ B، يعني لو كانت الـ A منطبقة على الـ B، يعني لو كانوا identical يبقى المسافة بينهم بصفر. لو الـ A هي نفسها مين؟ B، تبقى المسافة بصفر. لو المسافة بين نقطتين متساويتين تبقى برضه صفر. if and only if، يعني لو المسافه بصفر بينهم، الديستنس بينهم بصفر، تبقى هي الايه هي البي. طب لو كانت الايه هي البي يبقى المسافه بينهم صفر. ده الشرط الثاني، لازم افهم كل شرط يا جماعه. خلاص، يبقى هنا ده اسمه ايه الشرط الاولاني؟ المسافه بين اي نقطتين موجبه او زيرو، ده بنسميه ايه؟ ها بوزيتيفيتي، او بنسميه نون نيجاتيفيتي. نون نيجاتيف لانه ممكن يبقى بزيرو. نون نيجاتيف، نون نيجاتيف يعني زيرو طالع. حلو، بنسميه نون نيجاتيفيتي كونديشن. خلاص. طيب الشرط اللي بعده ده المسافه بين A و B هي المسافه بين B و A، زي المسافه بيني وبينك هي نفسها المسافه بينك وبيني. طب دي اسمها ايه؟ سيمتري، متماثله. دي بين A و B هي نفسها المسافه بين A و B. خلاص، يبقى لو حصل كده بنسمي الخاصيه دي السيمتريك، خاصيه السيمتري. السيمتري ماشي. طب الشرط الثالث بنسميه تريانجلر انيكواليتي، المسافه بين A و B، ودي سهله احنا خدناها. لو احنا عندنا ثلاث نقط A و B و C، عشان كده سموها ايه؟ تريانجلر انيكواليتي. المسافه بين ال A وال B ماشي تبقى اقل من مجموع المسافتين الثانيين. لو سمينا دي A ودي B ودي C اهي، خلاص. وعشان كده دي بنسميها الخاصيه الثالثه، دي بنسميها خاصيه المثلث والانيكواليتي، تريانجلر انيكواليتي او تريانجل انيكواليتي، متباينه المثلث. لان احنا عارفين واحنا واخدين في الجيومتري من دراستنا زمان ان اي مثلث في الدنيا مجموع اي ضلعين اكبر من الثالث، يبقى المسافه بين A و B تمثل ضلع في المثلث. ماشي، يبقى دي المسافه بين A و B، دي اسمها ديستنس اوف A و B اهي، تبقى دي ديستنس اوف A و B. حلو قوي. مالها؟ اقل من المسافه بين A و C زائد سي وبي، يعني انت عايز تروح، يعني انت عايز تقول كده دي اي وبي. خلاص، مالها؟ اقل من مسافه بين اي وبي، زي انت رايح من هنا رايح من هنا، ماشي من هنا رايح هنا. طب ايه رايك لو مشيت كده وكده؟ يبقى المسافه دي اقل طبعا. يبقى لو بدل ما تطلع من الاي تروح للبي، لا رحت من الاي للسي ومن السي للبي، يبقى المسافه الدايركت ديت اقل من المشوار الطويل ده. يبقى الديستنس فروم اي تو بي اقل من الديستنس، ماشي، ده دي ديستنس فانكشن، فروم اي تو سي يعني اي وسي، زائد الديستنس بين السي والبي، بين السي والبي. ودي خاصيه احنا خدناها في الجيومتري زمان، في الخاصيه اللي اسمها تريانجل انيكواليتي، مجموع اي ضلعين في مثلث اكبر من الثالث، او اي ضلع اصغر من مجموع الضلعين الثاني. حلو، وعشان كده سمينا الخاصية دي يا جماعة خاصية الايه؟ تريانجل انيكواليتي. يبقى عندنا ثلاث خصائص لازم يتحققوا. طب لو اتحققوا
بنسمي ال x وال d ال x وهذه الفانكشن اللي حققت الثلاث خصائص اللي انا لسه قايلهم، اللي هي اول خاصيه اللي هي نان نيجاتيفيتي كونديشن، ان المسافه بين اي نقطتين اكبر من الزيرو او تساوي زيرو، وبصفر لو الاثنين ايدنتيكال، يعني المسافه بين A و B بصفر لو الاي هي البي نفسها. خلاص حلو جدا. احنا كده والخاصيه الثانيه دي الخاصيه والسيمتريك، المسافه بين A و B هي بين B و A، المسافه بيني وبينك هي نفسها المسافه بينك وبيني. يعني لو قست المسافه من عندي لعندك مش هي هي من عندك لعندي، المسافه بين A و B هي B و A. حلو خلاص. وبعد كده اخر خاصيه الترينجل انيكواليتي. ليه بقى؟ لما هاجي اقول لك اثبت ان دي متريك سبيس، يبقى لازم نثبت الثلاث حاجات موجودين ساتسفايد. خلاص. طيب هنمسح بقى الحته دي، خلاص احنا فهمناها خصائص المتريك سبيس، هنمسحها ويلا بينا نشوف اول نظريه معانا. اول نظريه سهله، بس قبل ما اخش فيها عايز اتكلم في حته مهمه عشان هتفيدني في الاثبات. خاصيه من خصائص الايه؟ من خصائص الابسوليوت فاليو اللي انتوا خدتوها في ثانوي واخدينها زمان وعارفينها. نفتكر مع بعض خاصيه مهمه قوي قوي قوي. طيب تعالوا قبل ما اخش في الاثبات، النظريه دي مهمه وسهله جدا جدا. خلاص احنا الثلاث خصائص بتوع المتريك سبيس فهمناهم. في نظريه بنسميها ري ارينجمنت اوف تريانجلر انيكواليتي. قلت زي ما بقول قبل ما اخش في اثباتها، عايزين كده ندردش في حته كده اساسيات، لان انا بعتمد في شرحي ان اي حاجه ليها اساسيات افكرك حتى بيها. وي ريكول ات، نفتكرها مع بعض. طب هسألكوا سؤال قبل ما اخش في اثبات النظريه. لما اقول لك مودولس اكس، القيمه المطلقه لاكس اقل من او تساوي 3، طب دي بيجي حلها ازاي؟ بص كده معايا اهي. لو انت خدت الفتره من ناقص 3 ل 3 هتلاقي هي دي اللي بتحقق الكلام ده، خدناها مع بعض. معناها ان الاكس اقل من ال 3 واكبر من سالب 3، والعكس لو قيمه لو اكس اقل من 3 واكبر من السالب يبقى اقول مودولس الاكس اقل من 3. خلاص. يعني لما اقول لك كده فكر لي في عدد، فكر في عدد، لو اخذت له القيمه المطلقه يبقى اقل من او يساوي 3، هتقول لي 3. هقول لك صح، 3 قيمه المطلقه 3 صح، مش هقدر اقول لك لا. طيب لو قلت لك 2 هيبقى صح، يبقى 3 صح، الاثنين القيمه المطلقه لاثنين اقل من 3 صح، القيمه المطلقه لاثنين اقل من 3. لو قلت لي 1 صح، يبقى شوف انا ماشي كده اهو، ماشي خليك معايا كده. يلا تعالى نشوف كده الارقام اللي تمشي صح ايه. يلا انا بقول لك حل لي المساله دي، شوف لي ارقام لو اخذت القيمه المطلقه ليها تطلع اقل من او تساوي 3، هتقول لي 3 ماشي، 2 وانت ماشي صح، القيمه المطلقه الاثنين اقل من 3 صح، هتقول لي 1 هقول لك صح، 0 صح، ناقص 1 لان ناقص 1 القيمه المطلقه 1. طيب لغايه ناقص 2 لان القيمه المطلقه ناقص 2، القيمه المطلقه لناقص 2 اهي اقل من 3 صح. طب ناقص 3 برضه لان ناقص 3 قيمه مطلقه 3 اقل من 3. طب لو خدت 4 لا، لو خدت هنا ناقص 4 لا او 4 لا، يبقى منطقه الحل تتارجح فين؟ اي نقطه اكس اهي اقل من ال 3 واكبر من سالب 3. يبقى انا عايز اقول لك حاجه، ها لو قلت لك اكس ها اقل من مثلا يعني 8 واكبر من ناقص 8، افهم منها ايه؟ ها ان القيمه المطلقه لاكس اقل من ال 8. خلاص. طب لما اقول لك القيمه الاكس نفسها اقل من مثلا يعني مثلا من او تساوي حتى 10، طب واكبر من سالب 10، دي تترجم لايه؟ ان القيمه المطلقه الاكس اقل من او تساوي 10. يبقى لو الرقم بين الرقمين الرقم والسالب بتاعه يبقى القيمه المطلقه بتاعته هي ايه؟ اقل. هي دي الخاصيه، هي دي مربط الفرس في اثبات المساله او النظريه اللي جايه. يلا نستمتع مع بعض في اثبات النظريه اللي جايه. النظرية اللي هي يلا بقى ننطف في السكة كده عشان هنثبتها مع بعض ونحط في دماغنا الحتة اللي احنا قلناها دي. هنحط في دماغنا الحتة دي هتلاقي إثبات النظرية بقى سهل قوي. يلا بينا نخش على إثبات النظرية. بيقول لي إيه؟ بيقول لي كده سيرم أهي، نظرية أهي
سيرين وليها اس كاتبها لي بيقول لي ري ارينجمنت اوف تريانجلر انيكواليتي او تريانجل انيكواليتي. طيب يلا بينا نشوف هنثبتها ازاي. يلا بينا نشوف هنثبتها ازاي وهفكركم بالمقدمه اللي انا قلتها دلوقتي. خلاص هفكركم بالمقدمه اللي انا قلتها دلوقتي. طيب يلا بينا نثبتها. بيقول لي ايه النظريه؟ بيقول لي كده لو انت عندك اكس ودي بي ماتريك سبيس. طيب يعني ايه افهم منها؟ ان الاكس نون امبتي سيت وان دي ديستانس بتحقق الثلاث خصائص. بتحقق الثلاث خصائص اللي احنا قلناه. النون نيجاتيفيتي يعني المسافه بين اي نقطتين موجبه او زيرو. حلو. والمسافه بين اي وبي هي نفسها المسافه بين اي وبي. بي واي هي اي وبي. والمسافه بين اي وبي اقل من المسافه بين اي وسي زائد سي واي وبي. حلو. طيب ثلاث خصائص جمال وهنشتغل عليها. طيب يبقى نمسك النظريه حته حته ونفهمها. ليت اكس ودي بي ا ماتريك سبيس. كويس. تمام. والاي والبي والسي اي ثلاث نقط جوه الاكس. الاي والبي والسي اي ثلاث نقط. جميل. زين القيمه المطلقه للاي والبي مسافه بين اي وبي ناقص المسافه بين بي وسي كقيمه مطلقه اقل من المسافه بين اي وسي. يعني يعني هنا بص بص كده معايا هنا في بي وهنا في بي خبي البي بقى هي وسي اقل منها. بس هنا في لاحظ معايا هنا في قيمه مطلقه خلي بالك هعملها باللون الاحمر. هعملها باللون الاحمر هنا في قيمه مطلقه عشان كده انا قبل ما ابدا رحت جاي داخل معاكم في مفهوم القيمه المطلقه الاول. طب هنثبتها ازاي؟ انا مش هجيب حاجه من بيتنا. انت مش هتجيب حاجه من بيتكم انت هتشتغل على الخصائص اللي احنا قايلينها دلوقتي حالا. طيب يلا بينا الخصائص اللي احنا قلناها. اول حاجه احنا قلناها ايه؟ المسافه بين بي وسي. لو قلت كده المسافه اهي المسافه ديستانس بين البي والسي اهو الخصائص اللي احنا لسه قايلينها اقل من انت عايز تروح من البي للسي هتروح من المسافه بين البي وايه؟ صح؟ زائد الاي المسافه بين الاي والسي اهو دي الخاصيه الترينجلر انيكواليتي. انت طالع من البي رايح للسي هتروح من البي للاي يعني بص انت رايح من البي اهو من البي للسي طالع من البي رايح للسي حلو لا هتروح من البي للاي ومن الاي للسي المسافه دي اقل من المجموع دول صح دي اللي هي ترينجلر انيكواليتي دي ما فيهاش حاجه خالص دي سهله جدا صح ومش صح المسافه بين البي والسي اقل من المسافه بين البي والاي زائد المسافه بين والسي بدل ما تطلع من بيتكم تروح هنا طلعت من هنا رحت كده وكده يبقى المسافه دي اقل من دول صح طيب طب دي ما تقولناش حاجه الحته دي لو احنا جينا حافظنا على المسافه بين اي وسي لو خليت دي الناحيه دي تبقى دي اكتر من دول ده ناقص ده يبقى انا عايز امسك الحته دي هحافظ على دي هنا وهحذف دي الناحيه دي يبقى دي تقول لك ايه او العلاقه دي تقول لك ايه انا همسك ده اجيبه الناحيه دي ما فيهاش حاجه هيبقى عندك هنا دي اي وسي احذف ده الناحيه دي العلامه اهي زي ما هي بس هيبقى عندك هنا دي بي وسي صح ولا مش صح ناقص دي بي واي جميل قوي جميل جدا حلو قوي 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 طيب عايزين نستخدم العلاقه الثانيه بصوا العلاقه الثانيه بتقول لنا ايه المسافه بين اي وبي هنكتبها بقى مع بعض تاني المسافه لو قلت المسافه دي بين اي وبي ها هتبقى اقل من لو انا رايح مسافه من بي وبي اقل من ده زائد ده يعني هبتدي ايه المسافه دي اقل من المجموع الاثنين التانيين المسافه بين اي وبي اقل من مين ها الديستانس بين A و C فبدل ما اطلع من A واروح على ال B لا رحت من ال A لل C وال C لل B يبقى طبعا المسافه بين A و B اقل من المسافه بين A لاحظوا دي A هنا دي A كده اهي زائد ها احنا قلنا A و B يبقى رحت ال A لل C زائد المسافه بين ها C و B اهو حلو قوي جميل جدا 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 طيب لاحظوا معايا انا برضو همسك في مين؟
في المسافه بين A و C بنفس الطريقه. هنا بص المسافه بين A و C اهي، حوادي ده الناحيه دي بنفس الطريقه وبنفس السكه. يلا بينا همسك في ده برضه هو هو، يبقى هخلي ده زي ما مسكت فيه وخليته في الناحيه دي، هخلي ده في الناحيه دي، وهضطر اقول ده المقدار ده روح انت الناحيه الثانيه. طب انا هحافظ على دوت في الناحيه دي، يلا نحافظ على ده في الناحيه دي، يبقى ايه؟ هيبقى عندنا مين؟ بصوا كده معايا، ها دي اهي، دي اهي A و C هتبقى اكبر من هنا، دي A و B ناقص انت بعت دوت، هيبقى ناقص دي سي وبي. جميل قوي. هتلاحظ دول هم دول، هتقولي لا مش هم، هتقول لا مش هم دول، ده مش هو ده. لا هقول لك هم، بس فرق اختلاف بسيط في الاشاره، هقول لك ازاي. هنا في بي وايه، في بي وايه صح. طب هنا ايه وبي، طب هم زي بعض، يبقى هاجي هنا بدل بي وإيه هبدلهم، لأن خاصية تانية خاصية السيمترية، المسافة بينك وبيني هي المسافة بيني وبينك، بينك وبيني هي بيني وبينك، المسافة بين إيه، يعني هاجي هنا أشيل بي وإيه وأخليها إيه وبي صح أهي، هخليها إيه وبي، هي كانت بي وإيه خلي بالك، هخليها إيه وبي صح. طب حلو قوي، بص هي دي هي دي، وبي وسي وهنا سي وبي، هنا بي وسي هخلي دي ودي سي وبي، هخلي برضو دي بي وسي، لان بي وسي هي سي وبي، هخلي هنا البي وهنا السي. بص بقى هو ده هو ده، بس فرق اشاره، هنا ده هنا دوت ناقص ده، هنا ده ناقص ده. حلو جدا جدا جدا، هنعمل حركه بسيطه بسيطه بسيطه، ايه هي؟ هضرب ده كله في ناقص، يلا هنضرب ده كله في ناقص، اللي دي المعادله دي كلها في ناقص. لما اضرب في ناقص بتعمل ايه؟ يعني تخيل لما تقول لي مثلا ايه؟ السبعه ها اقل من العشره، صح؟ طب لو ضربتهم في ناقص ايه اللي هيحصل؟ هتبقى ناقص سبعه اهي، وهتبقى هنا ناقص عشره، هتبقى ده اقل، لا بتتغير العلامه. طب يبقى لما هضرب في ناقص هنا هيبقى في عندك ناقص ها دي اي وسي. طب والعلامه دي ايه اللي هيجرى لها؟ ها لما تضرب هنا في ناقص هتبقى العلامه دي اكبر من، ولما تضرب هنا في ناقص ده هيبقى موجب وده هيبقى سالب، هيبقى هنا عندك دي اي وبي ناقص دي بي وسي بس كده. وامسك في دي بقى، امسك في دي مع دي، مع امسك في الاثنين دول، المسافه بين اي وسي اهي وهنا ناقص المسافه. طب مين اللي مين اللي هنا؟ بصوا كده معايا اللي انا هعمل عليه علامه بالاخضر ده، مين دوت؟ هو نفسه ده. المسافه بين A و B ايوه ناقص اهي المسافه بين B و C، مالها؟ اقل من حاجه واكتر من السالب بتاعها. ابدا بقى بيها، هو ده. ابدا باللي في النص اللي هو ده اللي انا معلم عليه ده بالاخضر. ابدا بده اهو. يبقى ابدا بيه حطه في النص اهو. اللي هو ده وده اللي بيقول لك ايه؟ هنا بتقول لي كده دي A و B حلو ناقص المسافة بين B و C مالها؟ هنا بتقول لك أقل من ها دي A و C حلو. طب ودي بتقول لك ايه؟ أكبر من السالب، يعني ده أكبر، بص المقدار ده أكبر من السالب أهو، أكبر من سالب المسافة بين A و C. حلو قوي. لسه قايلها، لما شيء ما اقل من 3 واكبر من سالب 3 يبقى القيمه المطلقه بتاعته اقل من ده. مش لسه قايلينها؟ مش لسه قايلينها؟ لما قلنا لو قلنا اكس اقل من 3 واكبر من السالب 3 يبقى القيمه المطلقه للي جوه ده اقل من 3، يعني معناها القيمه المطلقه ده اقل من ده بس خلاص، لان هذا الشيء اللي جوه ده اقل من ده واكبر من السالب، يبقى المودرس بتاعه، يبقى الخطوه الثانيه اللي بعد دي النتيجه الكونكلوجن منها على طول اللي انا استنتجه منها، ها استنتج ايه؟ اهو عندي شيء ما، شيء ما اقل من ده واكبر من السالب بتاعه، يبقى القيمه المطلقه بتاعته دي A و B ناقص دي B و C، القيمه المطلقه اقل من المسافه بين A و C،
وبالاخير احنا اثبتنا النظريه دي. اول محاضره لينا في المتريك سبيس خلاص، هاخدها على كذا مرحله. اللي عندكم في المحاضره الاولى في في المحاضرات انا باخدها بالراحه عشان افهمكم خطوه خطوه كلمه كلمه جت ازاي. اوكي ماشي ابطال، وهحطها لكم في وصف الفيديو، هقول عليها ماتريك سبيس ليكتشر 1. الين ما اخلص المحاضره الاولى اللي انتوا واخدينها، هتاخد معايا هنا كذا محاضره مش مشكله، بس الين ما اخلصها فهكتب لكم في وصف الفيديو ماتريك سبيس ليكتشر 1 ميد وهكذا. ماشي اوكي، او ممكن اكتب لكم ليكتشر 1 بارت 1، الليكتشر الاولى اللي انتوا خدتوها في المحاضره بارت 1 وهكذا، بارت 2 الين ما تخلص، الين ما تخلص بالراحه وبهدوء. بعد كده هخش على مثال، وبعد كده هنغير، هنمشي معاكم سنه سنه بحيث تكونوا فاهمين. اي حاجه مش واضحه، اي حاجه مش واضحه كلموني، ابعتوا لي على الارقام دي عندكم اهي 00966555609406669. وفي رقم تاني 002، ده رقم مصري معايا برضو هنا 002011144614. اي حاجه مش واضحه قولوا لي يا دكتور لو سمحت، ادينا مثال زياده، ادينا هبقى معاكم. اوكي ارجو الامور تكون واضحه، ارجو تكون الصوره واضحه بالنسبه لكم. اوكي الله يعطيكم العافيه.